معايا مين يا عيالي؟ حاج حمدي من الغربيه، اتفضل. السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ الحمد لله يا فندم، ازيك يا حاج حمدي؟ خليك حضرتك، انا كلمتك اكثر من 3 مرات يا دكتور. كان بخصوص ايه؟ انا مش دكتور حضرتك، كان بخصوص الجزائر الصحراوي بالغربيه، بمحافظه الغربيه. سيادتك قلت لنا ان في ارض متخصصه لمحافظه الغربيه، وكانت حضرتك كلمت المحافظ. لا بس انت كلامك جميل قوي، انت فكرتني بكلمه واحده، انا قلت ان في اراضي مخصصه في الظهير الصحراوي، ولا انت اللي اتصلت وقلت ان هم بيلموا او بيجمعوا اسماء الناس عشان في اراضي في الظهير الصحراوي، وانا قلت لك ما فيش اعلان عن كده وما تسمعش كلام حد عشان ما حدش ينصب عليك، يبقى مش انا اللي قلت ده، انت اللي قلت. حصل، بس حضرتك الوقت وهم بيلموا اوراق، حضرتك الوقت للظهير الصحراوي فعلا. مين اللي بيلم الاوراق دي؟ يعني انا نفسي اعرف مين يا جماعه اللي بيلم الورق من الناس. الجامعات حضرتك سيادتك يا فندم. طيب ما تروح تقدم ورقك. قدم، اخذوا ناس يا فندم وسابوا ناس. ما هو يبقى ما فيش اعلان، اصل هو ما يقدرش يقول لك مش ما تقدمش. هو انت في حد دايما بيروج اشاعه انت بتبتدي تمشي وراه. احنا كلمنا ساعتها السيد المحافظ، وكلمنا وكيل وزاره الزراعه. احنا مصر الزراعيه يا فندم، وما لناش الا انت. ما هو احنا معاكم ان شاء الله، ربنا معانا، بس ما انا عايزك يبقى فيه هدوء. لو في اعلان عن الاراضي الصحراويه نزل رسمي هنعلنك عنه على الشاشه. حضرتك يا فندم انا رحنا الزراعه ورحنا هنا وهنا، قال لك مش ما تسمعوش التلفزيون ولا تسمعوا الاعلام، قالوا لنا نفس الكلام ده حضرتك، وبيلموا ورق من هنا من تحت الترابيزه. مين بيقول لي؟ قول لي، هات لي اسم، ادي لي في مديريه الزراعه هنا عندنا في المحل يا فندم. هو لو طب اشمعنى انت؟ طب ما هياخد ورقك، لو هو بياخد اوراق يعني ورقك انت المشكله اللي بالنسبه له؟ بياخدوا يا فندم ناس لهم ناس. مفيش حاجه اسمها ناس، الموضوع اساسا مش موجود. انا بقى عايزك تطمن، مفيش لسه طرح الاراضي في الظهير الصحراوي. خلاص ماشي يا فندم، ماشي يعني اصل انت اول ما اتكلمت بتقول انت قلت ان انا اعلنت ان في اراضي في الظهير الصحراوي، ده كلامك انت مش كلام انا، وانا رديت عليه اكتر من مره، صح ولا لا؟ ومشكورا ليك. بتقول ايه؟ بقول سيادتك انت كلمت المحافظ ومشكورا ليك يا فندم، وطمنتك وقلت لك ما تخليش حد ينصب عليك، وانا عارف ان كلنا نفسنا في مشاريع ونفسنا في وضع احسن، بس ما حدش يلعب بامالكم وطموحكم ويستغلها، ما تجريش ورا وهم، ما تتعبش نفسك. انا صالحين حضرتك يا دكتور سامح، وما الناس اللي انت، انا عندي جزء عالم عقيم. انا عارف موضوعك، وان شاء الله برضو احنا متواصلين معاك في اي حاجه هتحصل جديده هتلاقيني انا بقول لك، وربنا يعينك على المسؤوليه اللي عندك. اشكرك. طال عمرك يا دكتور. انت مصمم ان انا دكتور. بشكرك. يعني اكتر من مره كلمني الحاج حمدي في اراضي في الظهير الصحراوي هيوزعوها الناس ومش عايزين ياخدوا ورقي، انا بالذات الورق بتاعي هو اللي مغضوب عليه. يا حاج حمدي مفيش اعلان رسمي.